خلينا نروح لعمل تاني وأنا قلت لحضراتكم عليه في البداية، سوق الكانتو. وقلنا سوق الكانتو ده كان سوق موجود في مصر، شوف مصر دي مر عليها حاجات كتيرة جدا، حتى مسألة التجارة في مصر وتجارة الكانتو وتجارة الأقمشة وتجارة الملابس أو البالة زي ما بيقولوا كان ليها عالم. بصوا الصورة بتقول إيه، بص الشارع، الشوارع دي كانت موجودة حقيقية. أولاً أنا بحيي هذا الجهد والإنتاج الضخم الرائع، ديكور وأجواء وأزياء، الأزياء والإكسسوارات اللي بتعود لهذه الحقبة والزمن ده، طبعا الفنان الكبير أمير كرارة والفنانة الجميلة مي عز الدين. والشارع بص الشارع ده شارع كله ديكور، يعني مبني معمول لهذا الحقبة وهذا الزمن بشكل كبير. أولا كمان مي عز الدين طالعة بشكلها زي الوقت، الشكل ده، الأزياء الفرنسوية، الطريقة، اللبس، الشخصية، حتى أعتقد إن هي قصت شعرها أو ظهرت بشعر قصير عشان تدي الروح للشخصية. مهمة قوي الأزياء، بتبقى مهمة جدا، هي بطل من أبطال الأعمال اللي فيها حقب تاريخية. ليه؟ علشان تأكد لك الصورة وتوصل لك المعنى. ما هي لو مش لابسة بالطريقة دي مي عز الدين وبالأسلوب ده، أو حتى طريقة الشكل والشعر بتاع أمير كرارة والشنب واللبس والجيلي بتاعه والشكل والإكسسوارات اللي حواليهم كلهم في الأزياء، لو هم مش لابسين كده، شايفين المصري لابس العمة اللي هي كانت عليه أو البريل اللي لابسه فتحي عبد الوهاب، دي كلها بتأكد على الفترة اللي انت بتتفرج عليها، فلما حضرتك تشوفها تبقى كمان مقتنع تماما. خليني اخد مزيد من التفاصيل. زي ما قلت لكم هي صناعة، ففي ناس كتير بتشتغل وناس مبدعة. معايا المصممة المبدعة، مصممة الأزياء مروة عبد السميع. مساء الخير يا أستاذة مروة. مساء الخير، أهلا بحضرتك، إزيك؟ يعني اولا انا بحييكي لانه يعني الجهد باين في كل طبعا الشخصيات في المسلسل، وباين اكتر يعني من طبعا الازياء للسيدات، لانه هي اللي فيها كمان مجهود كبير يعني. فكلميني على الكواليس بشكل عام، انا شايفه طبعا الصوره بتتحدث عن زمن قديم. احنا المسلسل بدور احداثه في اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات. طبعا احنا الوقت ده ما عندناش ليه افلام، لان السينما ظهرت في اواخر الثلاثينات والوقت ده كانت الافلام صامته، فعينينا مش متعوده على الوقت ده او مش عارفينه، مش زي الافلام بتاعت الستينات والسبعينات عينينا واخده عليها. ومصر في الوقت ده احنا كنا اب تو ديت قوي، احنا كنا زينا زي الاوروبيين. سوق الكانتو ده عبارة عن سوق بيبيع الأقمشة والملابس اللي جاية من أوروبا، فالناس كانت متطلعة. وطبعا كان لسه في الجزء الشعبي والجزء الخديوي، الناس اللي بتلبس، الأرستقراطيين، والجزء الشعبي اللي زي ما بنشوفه في أحداث المسلسل، الاثنين موجودين، والشارع المصري كان مليان بالطبقات المختلفة دي. ايوه، يعني مثلا المشهد اللي قدامي ده يا مروه، شايفه انا مي عز الدين هي لابسه البري بتاعها والشكل الكلاسيكي الراقي، ومعاها بقيت يعني فتحي عبد الوهاب برضو هو لابس نفس طريقه، هتلاقي واحد تاني لابس كده طاقيه، يعني انت عندك الفئات باينه حتى من ملابسها. بالظبط، احنا كان في فيلم اجانب اللي عاملينه، فيلم صامت عن الشارع المصري، الفيلم ده موجود على الانترنت، ده اللي احنا مشينا عليه. وطبعا بوجود الباحثين التاريخيين اللي كانوا بيتابعوا معانا كل التفاصيل، احنا جمعنا النسبه بتاعه الشارع، كم واحد لابس جلابيه، كم واحد لابس جلابيه وعليها بلطو، كم واحد لسه بيلبس العبايه، كم واحد بيلبس الطرابيش، لان الطرابيش كانت ابتدت تقل وتقتصر على الموظفين الحكومه والطلبه، فعشان كده كان ابتدى يدخل ان الناس ممكن واحد يبقى لابس بدله ببرنيطه وواحد تاني يبقى لابس بدله بطربوش. طب انت هنا رجعتي بقى الكتب ومصادر، مجلات قديمه، يعني واضح ان انت قعدتي اشتغلتي وبعدين رحتي بعد كده تطبقيها بقى في الازياء وعلى الفنانين. فكلميني الاول على مرحله التحضير. بصي احنا قعدنا شهرين كاملين بس بنبحث. بنبحث، جمعنا كل مجله المصور من في كل العشر سنين اللي احنا شغالين عليها، جمعنا المجلات بتاعت المصور كلها، فيها صور كتير جدا المصريين، جمعنا صور استوديو مصر لان ده كان المكان الوحيد اللي المصريين بيروحوا يتصوروا فيه، فجمعنا صور لعائلات مصريه كانت عايشه في مصر، صور حقيقيه لناس بجد يعني عايشوا في الوقت ده،
وطبعا الانترنت مليان، جمعنا باترونات وجمعنا صور للملابس وجبنا مجلات، عملت اوردرز مجلات بتشرح كل حاجه بالاكسسوارات بطريقه تفصيل حتى اللبس بالاختلافات حتى في البدل، الكولا بتاعت البس البليزر، جمعنا داتا كبير جدا، طبعنا كل الحاجات دي وجمعناها وابتدينا نشتغل بعد مرحله بحث شهرين كامله. طبعا انا كمان شايفه انه في مرحله، لان دلوقتي الصور كمان مرحله البيت المصري، يعني البيت بقى المصري اللي هو اهل البيت، الناس البسيطه او الناس اللي هي شعبيه، برضو كانت بتلبس شكل مختلف عن الشارع. فبرضو انت عندك نفس لازم تدخلي جوه البيت وتشوفي كانوا بيلبسوا ايه، يعني الصور بالزبط. بيت المصري غير مثلا الصوره اللي عندي على الشاشه دلوقتي، ده للناس اللي هم الطبقه الراقيه بقى، البرانيت والاكسسوارات اللي كلها مجوهرات، الشكل مختلف. بالظبط. كانوا الشعبيين لسه بيلبسوا الفستان بسيط وعليه لازم البرقع واليشمك والملايه اللافه. طب ده كان شكلي مروه، يعني بعد ما حضرتي وخلاص هنبدا بقى نعرض على الساده اللي هيمثلوا طبعا، فطبعا الفنان برضو بيبقى لسه مش عارف هو ايه اللي هيليق عليه، ايه اللي هيلبسه، انت كمان بتعيشيه في زمن غير الزمن اللي هو عايش فيه، فلازم هو يبقى مقتنع ان هو شخص تاني في زمن تاني. طبعا بتاخدي بقى وقت معاه لانه برضو لازم يعني تبطليه كل عاداته، يعني شايفه مي عز الدين بشعره قصير، طريقه المكياج كمان مختلفه، يعني الشخصيه بتتغير تماما. طبعا احنا بنحاول طبعا كمان ان احنا نعمل اختلافات في كل واحد. انا من مدرسه ان انت لما تشوفي الممثل في الثلاثين حلقه تبقي دايما شايفاه بنفس الروح بنفس السكه، فعينك تبقى واخده على طول على انك دايما بتشوفي امير بالسديري والقميص، يزود عليه بالطو يشيل بالطو، دايما عينك واخده على انه بالشكل ده. ايوه لما تشوفي هي دي الشخصيه بتاعته، هي الشخصيه بتاعته كده بتلبس كده. بالظبط. لما تشوفي فتحي عبد الوهاب تفضلي شايفاه طول الوقت وسط كل الممثلين بتاعتك، يعني تلقطيه على طول من بعيد حتى ان هو ده الشكل بتاع فتحي عبد الوهاب. فازاي تدي كل ممثل بشخصيته اللي طالع بيها دراميا ازاي تديله الشكل اللي عينك تفضل مستريحه عليه. طبعا الساده الفنانين الرجال بيبقوا اسهل من السيدات، السيدات بقى بيبقى عليها عبء كتير، بتغير شكلها وشعرها ولبسها وكل حاجه. يعني هو اسهل، بس ازاي تعملي الفروقات في السهل ده، لان في الاخر هو اسمه قميص وبنطلون وسديري العناصر قليله. صح. غير طبعا الستات كل ما هتلبس برنيطه شكلها هيختلف، كل ما هتحط اكسسوار الشكل بيختلف. مي عز الدين اتعاملت معاكي ازاي؟ كانت بسيطه مقتنعه اضافت، يعني بعد ما بتلبس هي الشخصيه انت حسيتي ايوه هي دي دي دي, دي الشخصيه بتاعتها فعلا؟ بصي مي كانت ده كان اول تعاون ما بيننا، يعني ده اول عمل نعمله مع بعض، بس الحمد لله كان في سلاسه وثقه في البروفات. كانت كل ما تلبس حاجه كانت بتبقى مبسوطه وحاسه انها عماله كل احنا عملنا مثلا خمس ست ايام بروفات كامله بنقيس كل لبس الشخصيه تقريبا، كنا بنقيس ب 30 طقم في اليوم باكسسواراته وبرانيته. هي من اول يوم وهي مبسوطه، الحاجه الوحيده اللي خدت مننا وقت شويه هي الباروكه، لحد ما قررنا اللون، لحد ما قررنا الطول. طبعا الوقت ده بتاع الشعر القصير، والناس اللي كانت متابعه الموضه زي شخصيتها هي في المسلسل كانوا لازم بيقصوا شعرهم. صح. الناس الشعبيين كانوا لسه محتفظين بان هو يبقى الشعر طويل، بس لو هنحاول نبقى على الموضه شويه بنسرحه اكنه قصير. ايوه صح. فاخدنا القرار من اول يوم ان احنا هنبقى شعر قصير، والحمد لله يعني طلع حلو والناس كلها اعجبت بيه. اكيد هي الاجواء بصراحه كلها وفيها كده
حقبة من الزمن احنا محدش فينا عايش الحقبة دي، فهيبقى فرصة ان الاجيال الموجودة دلوقتي وكأنها بتعيش في زمن تاني بقصص تانية. المسلسل انتوا لسه بتصوروا ولا انتهيتوا من اللعب؟ لا لا احنا لسه قاعدين شوية يعني، قدامنا بتاع اسبوعين كمان ان شاء الله. انتوا لسه يعني مكملين في رمضان يعني. لسه. بتمنى لك التوفيق يا مروة، بنتمنى لمسلسل سوق الكانتو التوفيق، وزي ما شفتوا احنا فعلا بنتفرج على، ودي فرصة الحقيقة، دي فرصة الدراما بتقدمها لنا السنة دي، ان احنا نعيش كمان في زمن ونشوف. بس ساعات تسأل نفسك السؤال ده، هل يتغير الزمن؟ يعني هل التاريخ بيعيد نفسه؟ الإجابة احيانا بتكون نعم، نعم جدا، لانه لما هتشوف العلاقة اللي موجودة في مسلسل الكانتو والتجار والمنافسات هتلاقيها هي نفس اللي بيحصل دلوقتي، ولكن مع تغير الزمن. يعني الشخص الشرير هو بشره موجود، والشخص الطيب موجود، واللي بيكافح موجود، والطموح موجود، ولكن مع اختلاف بس الأدوات أو اختلاف شكل مصر من الخارج كان عامل إزاي. وبتشوف برضو أحداث كتير بيبان بقى ابن البلد وحفاظه على بلده والوطنية والمرجلة والجدعنة. يعني امبارح كان في مشهد في سوق الكانتو اللي هو المفروض الفتوة، والفتوة هناك لما بدأ في التاريخ المصري القديم ما كانش الفتوة اللي هو الراجل البلطجي، الفتوة ده كان مفروض ان هو بيحمي أهل منطقته أهل حتته، ودايما معاه العصاية بتاعته دي لأن هي زي سلاحه، وهو مفروض يبقى مع الناس البسيطة والفقيرة والغلبان، بيبقى هو الحامي بتاعهم ضد أي معتدي. فطبعا ده كله بتشوفه أنت في المسلسل، وبتشوف قد إيه بيقدروا يعملوا كل الحاجات دي.